هلا انا بنت عماره، فبالنسبه لي كان ايكيا هي المكان اللي بيعني لي كثير، لان انا بالاصل بالنسبه لي هو مثل المتحف خلينا نقول. فوين ما سافرت دائما بدور على ايكيا، لانه بحب طريقه الشغل تبعها، العرض. Una buena oportunidad para mí aprender muchísimas cosas, y como antes no trabajaba en España, entonces es como un primer paso para empezar nueva vida.